لمزيد من المتابعة تنضم إلينا هاتفيا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. أهلا بك معنا دكتورة. يعني ضعينا في تفاصيل أحوال الطقس خلال الساعات والأيام القادمة بإذن الله. اهلا بحضرتك يا فندم، واهلا بكل الساده المشاهدين. احنا طبعا اليوم بيستمر معانا تاثرنا بوجود منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا، وايضا منخفض جوي موجود على سطح البحر المتوسط، بيعملوا على حاله من التقلبات الجويه اهمها استمرار فرص الامطار. يمكن احنا بالامس شهدنا سقوط امطار كان متفاوت الشده على اغلب المحافظات الشماليه. اليوم ايضا منذ ساعات الصباح في تساقط للامطار على محافظات سواحلنا الشماليه، ودي المحافظات المطله على البحر المتوسط. أمطار ما بين المتوسطة تغزر أحيانا على بعض المناطق من مطروح إلى الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد. أيضا الأمطار بتمتد لبعض المناطق من محافظات جنوب الوجه البحري، أيضا بعض المناطق من مدن القناة، وقد تصل فرص أمطار خفيفة لبعض المناطق من القاهرة الكبرى خلال الساعات القادمة، وأيضا محافظات شمال الصعيد. مع استمرار طبعا انخفاض درجات الحرارة الملحوظ فترات النهار وأيضا فترات الليل، العظمى فترة النهار على القاهرة الكبرى سجلت اليوم 16 درجة مئوية خلال فترة النهار، وأجواء مائلة للبرودة خلال فترات النهار. متوقع خلال فترات الليل يكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والصغرى على القاهرة الكبرى توصل لتسع درجات، أجواء شديدة البرودة خلال فترة الليل على أغلب مناطق الجمهورية. غدا الخميس متوقع يعني استمرار انخفاض درجات الحرارة أيضا واستمرار فرص الأمطار، لكن كميات الأمطار غدا إن شاء الله هتكون أقل من اليوم، وهتكون أمطار ما بين الخفيفة المتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تصل أمطار خفيفة أيضا لمناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى مع استمرار انخفاض درجات الحرارة. اعتبارا من يوم الجمعة القادمة إن شاء الله هيكون في تحسن في الأحوال الجوية وارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة وعودة ظهور الشبورة المائية بشكل كبير، وهتكون هي الظاهرة المؤثرة إن شاء الله من يوم الجمعة القادمة. نعم دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أشكرك جزيل الشكر.